السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيه بالتأكيد الوضع والأحداث اللي دايرة في الشارع المصري. أول حاجة أبدأ بيها ألف مبروك للنادي الأهلي، لإدارته وجماهيره ولعبته وكل المحبين للنادي الأهلي. تعالى بقى أقول لك أهم القرارات وتوابع الفوز بالسوبر بالنسبة لإدارة النادي الأهلي. رسميا شادي حسين الموسم القادم بره النادي الأهلي، استقر مارسيل كولر على يعني الإطاحة باللعيب المميز من وجهة نظري، بس هو مستوى ما يلعبش في النادي الاهلي، او مستواه يعني ما يتحلوش ان هو يلعب في النادي الاهلي. لعيب مميز جدا شادي حسين، عنده 30 سنه، لاعب نادي سيراميكا. والغلطه اللي عملها نادي الاهلي في تفريط في لعيب مميز جدا وكبير زي احمد ياسر ريان، وكان محتاجه جدا جدا خاصه في بطوله افريقيا. طبعا احنا في النادي الاهلي كان بيعتمد على محمود عبد المنعم كهربا وعلى محمد شريف، خلاص تقر على اطاحه بشادي حسين على سبيل الاعاره او كبيع نهائي. كمان كولر في نهاية شهر مايو اللي احنا فيه حاليا يعني هيدرس موضوع الاعارات، وهيشوف مين اللعيبة المعارة اللي ممكن النادي الاهلي يستردها تاني، او ممكن مين اللعيبة اللي يحتاجه فنيا من بعض الاعارات الكتيرة جدا بالنسبة للنادي الاهلي. وكمان تمسكه بيه بمحمد رضا بوب نادي الاهلي حرك بنسبة 100% لادارة نادي فيوتشر، ورفعوا العرض من 15 مليون جنيه ل 20 مليون جنيه. كولر مهتم جدا باللعب، احنا عارفين ان مارسيل كولر اعتماده بشكل تام على نص الملعب والثلاثة اللي في نص الملعب، سواء كمثلث مقلوب بلاعب ارتكازه قدامه اثنين سنتران الفيلدر او اثنين كمركز ثمانية، او بالمثلث معدول باللعب بلاعب مركز 10 وتحته اثنين ديفندرات كارتكاز ثابتين، سواء طريقة اللعب دي او البلاندي او البلاندي. كولر بيعتمد اعتماد كامل على الثلاثة اللي في نص الملعب، ومش هو بس تقريبا يا جماعه، العالم كله بيلعب بالثلاثه باربعه ثلاثه ثلاثه بمشتقاتها، يعني دايما لازم ثلاثه في نص الملعب. واول حد اخترع الطريقه دي تقريبا نادي برشلونه من اكتر من 35 سنه مع يوهان كرويف. تعال نتكلم بقى بالنسبه محليا، انا شايف النادي الاهلي بيتحرك تحركات متميزه جدا. كمان بالنسبه لمكافئات السوبر هتصرف في خلال اسبوع، وعندي ليك مفاجاه لكل اهلاوي، يعني مفاجاه سعيده جدا لكل اهلاوي، اللي هي ايه؟ العقوبه بالنسبه لمحمد الشناوي وعلي معلول بما صدر فيهم في مباراه امس ضد محمد الشيبي، الطبيعي تتحول لجنه الانضباط. جمال علام امر ان القرارات هتكون عن طريق لجنه المسابقات، انت متخيل معايا؟ عن طريق لجنه المسابقات، انت بتتكلم في تهميش دور لجنه الانضباط. طب خد بقى مني من مسؤول كبير جدا 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 طلع اتكلم بطريقه غير مباشره، ان جمال علام بمجلسه رافض تماما فكره لجنه الانضباط والاخلاق. اللي انت بتقوله ده، اللي انا بقوله لك ده، بنسبه مليار في الميه من داخل الداخل زي ما بيقولوا. انت بتتكلم في ان اللجنه دي مفروض عليه من وزاره الشباب والرياضه. طبعا لجنه الانضباط دي حاجه جديده على مصر، وتحكمها تحكم غير عادي بكل حاجه بالنسبه لاي وضع ليه علاقه بالانضباط والاخلاق، من لعيبه من مدربين من حكام من. انت بتتكلم هي يعني إدارة كاملة شاملة عن جميع أي حاجة ليها علاقة بالأمور خارج الملعب أو داخل الملعب تخص الانضباط وتخص الأخلاق. فأنت بتتكلم في خبر مهم جدا جدا جدا. يعني إيه رئيس اتحاد الكورة بي كمان الأعضاء رافضين تماما فكرة حاجة اسمها لجنة انضباط، وتحويل عقوبة علي معلول ومحمد الشناوي اللي صدر منهم في مباراة نادي بيراميدز والنادي الاهلي في نهائي السوبر امبارح او في بطوله السوبر امبارح ضد محمد الشيبي اللاعب المغربي المتميز، انت بتتكلم في ايه؟ تحولت للجنه المسابقات. يعني من الاخر مش حاجه اسمها لجنه انضباط، يعني من الاخر العقوبه اللي على كهربا وعلى غيره بنسبه كبيره هتبقى فركش وهتتحول للجنه المسابقات لو الكلام ده حصل. لو لجنه الانضباط في الطعن اللي مقدمه النادي الاهلي اتقبل ولجنه الانضباط دي بره، انت بتتكلم ان العقوبه اللي على كهربا دي بخ، العقوبه اللي على مستشار مرتضى منصور في الفاضي، هيبقى لجنه المسابقات اللي هتقدر تحدد العقوبات. وانت عارفين لجنه المسابقات ضغط من ده وضغط من ده، كهربا ماتشين وغرامه 100,000 جنيه، ومستشار مرتضى منصور يعني هيتحرم 10 15 يوم ما يدخلش الملاعب، تمام، وغرامه 100,000 جنيه. فانت بتتكلم في خبر كارثي. اللي عايز اتكلم فيه بنسبه 90 95% بيتر تشالو ليل على الرادار النادي الاهلي. اللي انت بتقوله ده، اللي انا بقوله لك ده، بنسبه من 90 ل 95% اداره النادي الاهلي خلاص صرفت نظر عن موليكا وطلبت نادي بيشكتاش
المغالى فيها 5 مليون يورو 6 مليون يورو وارقام فلكيه كده، يعني حاسس ان احنا نجيب ميسي او رونالدو، خلاص اتجهوا للعيب المتميز جدا صاحب 26 سنه لاعب نادي سان داونز، اللعيب المتميز هداف افريقيا اللي انا شايفه مكسر الدنيا في بطوله افريقيا، ولعيب متميز جدا. عايز تحكم على لعيب مميز قوي احكم عليه دايما وهو خارج ارضه، سجل في الاهلي خارج ارضه، سجل في شباب بلوزداد خارج ارضه، انت بتتكلم في لعيب متميز جدا جدا جدا. لو جه النادي الاهلي هتبقى الصفقه البوم والسوبر بالنسبه للنادي الاهلي. كهربا مدد عقده 3 سنين مع النادي الاهلي، كهربا كنا عارفين انه بياخد 11 مليون جنيه كفاءه اولى في النادي الاهلي، يعني اللاعب بيحاول في التجديد يوصل ل 15 مليون جنيه، اتساوى مع الشناوي وعمرو السوليه وحاليا حمدي فتحي، وعارفين طبعا علي معلول اكتر لعيب بياخد في النادي الاهلي مليون و450 الف دولار. بصراحه علي معلول اي رقم يستاهله، ما لناش علاقه يا جماعه الدولار في النازل الدولار في الطالع، ما لناش علاقه، ده لعيب محترف بيقبض بالعمله الصعبه. فانت لو الدولار ب15 ب30 ب100 هو اللاعب وضعه كده، علي معلول وضعه كده. انا شايف علي معلول لعيب كبير، لعيب متميز، وهو دينامو النادي الاهلي، واكتر لعيب في النادي الاهلي في خلال 5 سنين اللي فاتوا بيلعب بنفس الروح. علي معلول بينزل الملعب مقاتل، ما بيهزرش، ما بيشوفوش، دايما شايفه مكشر، دايما شايفه لعيب حازم، هو ليدر فعلا في خط الدفاع مع محمد الشناوي مع محمد عبد المنعم. تعالى بقى نتكلم شويه على محمد عبد المنعم. يا جماعه محمد عبد المنعم افضل سيرد باك شافته عيني من 5 6 سنين فاتوا. كواليتي مختلف. عايز بقى اذكر حضراتكم بالنسبه للفحوصات الطبيه بالنسبه للعيب محمود متولي، ان شاء الله تقرير بكره هيبقى عنده مارسيل كولر. طبعا احنا عارفين القائم او المدير الجهاز الطبي بالنسبه للنادي الاهلي يعني الدكتور احمد ابو عبله، راجل محترم جدا ودكتور خبير جدا وفاهم جدا في اصابات الملاعب، بيتكلم ان شاء الله فحوصات طبيه كامله يعني لمحمود متولي، اشعه على المخ، اشعه على القلب، عاملين يعني فحوصات كامله بالنسبه للاعب، وعايزين يشوفوا سر الغيبوبه اللي جات له دي، جات عن طريق ايه؟ هل عن طريق ارتجاج في المخ، او عن طريق مشكله في القلب، او عن طريق ضيق تنفس؟ كل ده ان شاء الله هيبان في خلال 24 ساعه. يا جماعه النادي الاهلي في حاله استقرار، النادي الاهلي في حاله يعني حاله محترمه جدا في حاله الطب. عايز اتكلم بالنسبه لرمضان صبحي، ناس مقربين جدا من رمضان صبحي بتتكلم ان هو زعلان ومحصور، ويعني حالته النفسيه في حاله لا يرثى لها. ده بسبب ايه؟ ان النادي الاهلي كل مره بيعلم عليه. انت عارف يعني رمضان يطلع ما يطلعش ياخد الميداليه بتاعته، يعني جواه نار، جواه حسره، جواه الم، ازاي انا فرطت في حاجه كبيره زي النادي الاهلي؟ ازاي انا بندم على قراري؟ كل اللي احنا بنتكلم فيه ده يا جماعه، رمضان صبحي ندمان ومحصور على سايبانه للنادي الاهلي. بيضرب نفسه زي ما بيقولوا، مش محتاج اتكلم او اسال اي حد، هو لعيب كبير ولعيب مميز ولعيب بصراحه انا شايفه من افضل اللعيبه في مصر في خلال 10 سنين اللي فاتت، بس محتاج نادي، محتاج اجواء، محتاج نادي زي نادي الزمالك، زي نادي الاهلي، عايز نادي جماهيري. رمضان محتاج نادي جماهيري. رمضان صبحي لعيب لو لعب ب 100% من مستواه مفيش اي ليه منافس في مصر. رمضان لعيب كبير، لعيب متميز، النادي الاهلي ماشي في حاله استقرار متميزه جدا. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، واتمنى التوفيق لنادي بيراميدز، واتمنى التوفيق لنادي الزمالك. اتمنى الزمالك يرجع الوضع الطبيعي سواء كاول دوري او كتاني دوري، خلاص بالتاكيد النادي الاهلي حسم بطوله الدوري بالنسبه لمركز الوصافه. اتمنى التوفيق لنادي الزمالك عشان يلعب بطوله افريقيا الموسم القادم. ده كان فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لكل جديد. انا محمد يونس، دمتم في امان الله. سلام عليكم.